نرحبكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة. أنا ميساء القلة وفي أبرز عناوينها نتابع: النعيمي يحث دول خارج أوبك على التعاون لتحسين أسعار النفط ويرفض أن تتحمل أوبك المسؤولية وحدها. الأردن وروسيا يوقعان اتفاقا لبناء أول محطة نووية. وقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على إنشاء اتحاد للطاقة. أهلا بكم. اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي أنه يتعين على الدول المنتجة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن تتعاون من أجل تحسين الأسعار، ورافضا أن تتحمل مسؤولية ذلك دول المنظمة لوحدها. وأكد النعيمي، الذي تعد بلاده من أكبر مصدري النفط في العالم والعضو الرئيسي في أوبك، أنه لا مانع لدى المملكة بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة. وأضاف بأن السعودية تضخ نحو 10 ملايين برميل يوميا من النفط، وإنها على استعداد لتلبية المزيد من الطلب في حال رغب العملاء. لكنه قال إن المملكة ليس لديها أي خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية لأكثر من 12,500,000 برميل يوميا. أنتم يمكن تتذكروا عام 1998 لما كسدت الأسعار آنذاك، قمنا بجولة مع دول خارج الأوبك ونجحنا في جمعهم، واتفقنا على تخفيضات مجتمعة واعتدلت الأسواق. اليوم الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول أنه بس الأوبك اللي تتحمل العبء هذا، ونحن نرفض أن تتحمل الأوبك هالمسؤولية، لأن الأوبك اليوم إنتاجه 30% من السوق، 70% خارج الأوبك، ومفروض الكل، لأن المصلحة عامة، فالمفروض الكل يشارك إذا أردنا أن نحسن في الأسعار. ليش يشارك؟ لأنه ما يصير واحد يكسب على حساب الآخر. وذكرت في الكلمة اللي قلتها أنا، في الثمانينات خسرنا الكثير ولا عندنا استعداد أن نكرر ذلك. هذا وأعلن النعيمي عن طرح فكرة إنشاء جمعية تخصصية للإعلام البترولي تضم الإعلاميين الخليجيين والعرب المختصين في شؤون الطاقة، وذلك خلال افتتاحه الملتقى الثاني للإعلام البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن استعداد السعودية لدعم إنشائها من أجل أن تسهم في زيادة الشفافية لدول الخليج وصنع استراتيجية السياسات البترولية لدول مجلس التعاون. يعتبر الإعلام مشاركا أساسيا في تنمية المجتمعات، ويحتاج هذا الإعلام إلى متخصصين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها. ونظرا لقلة الإعلاميين المتخصصين في القطاع النفطي وحاجة الإعلام العربي والخليجي خصوصا إلى متخصصين ومحللين لأسواق النفط، أقيم في الرياض ملتقى الإعلام البترولي الثاني بمشاركة وزراء النفط الخليجيين والمهتمين بهذا المجال. الصناعة النفطية لا تستطيع أن تحلق لوحدها ما لم يكن هناك أيضا جناح آخر، وهو جناح الإعلام البترولي الذي يجعل نوع من التكامل بين ما تقوم به دولنا من صناعات نفطية، من اقتصادات قائمة على هذه الصناعة وعلى إنتاج النفط، وبين ما يجب أن يعرفه المواطن والمتابع، وما يجب أن تنقله وسائل الإعلام ليس فقط كمعلومة وإنما معلومة محفوفة بالمصداقية، بالشفافية، بالفاعلية، بكل ما يخدم دولنا. ومع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات الخمسينيات والأربعينيات اعتبارا من النصف الثاني من 2014، بدأت تظهر أهمية الإعلام أكثر، وهو ما يؤكد عليه ملتقى الإعلام البترولي، إذ أن نقل الأخبار الدقيقة بعيدا عن الشائعات يجنب السوق أي تأثيرات على الأسعار، وهذا لا يتحقق إلا بوجود إعلاميين متخصصين. دول الخليج تنتج 18 مليون برميل من النفط يوميا، يعني حوالي 20% من الإنتاج العالمي، ولكن ما يصاحب هذا الإنتاج وهذا الكم الهائل من النفط واعتماد الدول على النفط كمصدر للإيرادات الدولة
ما يصاحبه يعني إعلام بترولي متخصص في هذا المجال. فإحنا اليوم ينقصنا بعض الكوادر المتخصصة في هذا المجال، لذلك كثير من الشركات تلجأ للمحللين والمختصين الأجانب لتحليل المعلومات وتوقعات الأسعار وكيفية تحركات سوق النفط وغيرها. وتعاني دول الخليج العربي التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي لدخلها من قلة الإعلاميين المتخصصين بالنفط. تبقى منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية برمتها بحاجة إلى المتخصصين في القطاع البترولي من الإعلاميين، وهما يدعموا هذه الصناعة في هذه المنطقة. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. يوقع الأردن وروسيا اتفاقا إطاريا لبناء وتشغيل أول محطة نووية للأغراض السلمية، وخصوصا من أجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في المملكة. وكان الأردن اختار في أكتوبر 2013 شركتين روسيتين لبناء وتشغيل أول محطة نووية في المملكة. ويشتمل المشروع الذي تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار على بناء مفاعلين نوويين وبقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما، ليشغل الأول في عام 2021 يليه الثاني بعد عامين. وتم اختيار موقع عمرة الذي يبعد حوالي 75 كيلومتر شرق عمان موقعا لإقامة المحطة النووية. وسيساهم الجانب الروسي بنسبة 49% من كلفة المحطة النووية، فيما تبلغ نسبة الجانب الأردني 51%. يتجه العراق إلى خيار إصدار سندات دولية مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات وبقيمة 5 مليارات دولار لمساعدته على سد العجز في الموازنة. وسيبدأ قريبا في سداد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية طبقا لوزير المالية العراقي. وفي هذا الإطار اقترحت شركات النفط تخفيضات بمئات الملايين من الدولارات في الإنفاق على أنشطة التطوير في العراق، بعدما أبلغتهم بغداد أن هبوط أسعار النفط وحربها ضد تنظيم داعش يجعلان دفع المستحقات أكثر صعوبة. شكل انخفاض أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل ضغطا على الحكومة العراقية التي تتوقع عجزا في الموازنة بنحو 21 مليار دولار هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع مديونيتها لشركات النفط من أمثال رويال داتش شيل وبي بي وإكسون موبيل العاملة في حقول العراق الجنوبية. وبما أن اتفاقات العراق مع شركات النفط الأجنبية تنص على رسوم ثابتة بالدولار، فإن الحكومة العراقية تجد نفسها عاجزة عن السداد بضغط من انخفاض عائدات النفط وأثر العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظات شمال وغرب البلاد، الأمر الذي دفع بعض الشركات مثل لوك أويل إلى المطالبة بمزيد من التعويضات، وإلا فإنها ستضطر لخفض نشاطها في العراق. ولتسوية الوضع قدمت وزارة النفط مقترحا لهذه الشركات بتعديل خطط تطوير الحقول النفطية وإرجاء بعض المشروعات الجديدة المتفق عليها لتفادي مزيد من النفقات. كما وجب على الشركات أن تخفض ميزانيات التطوير بنسبة مئوية معينة، وأن تطلب من مقاولي الباطن خفض التكاليف لكي تجاري مستويات أسعار النفط العالمية الجديدة. وقد كانت شركة شيل أفضل شركة استجابة للمقترح، إذ خفضت إنفاقها الاستثماري إلى الثلث بنحو 1.5 مليار دولار، بينما تدرس لوك أويل المقترح بمزيد من التأني. أما إكسون فقد امتنعت بالفعل عن التنقيب، وتدرس مع الحكومة إعادة صياغة الاتفاقيات النفطية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها. كما تدرس وزارة المالية العراقية إصدار سندات حكومية دولارية ذات صفة دولية لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات دولار بهدف سد العجز في الموازنة وتسديد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية. لكن العقبة التي تواجه هذا المشروع هي طبيعة الوضع المتردي في العراق سياسيا واقتصاديا، وهو ما قد يثير مخاوف المستثمرين الدوليين من الإقدام على الاستثمار في هذه السندات. وحول إصدار الحكومة العراقية لسندات لسد عجز الموازنة وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ينضم إلي من لندن الدكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا بك معنا دكتور صادق.
توجه الحكومة العراقية لإصدار هذه السندات وبهذه القيمة التي تتحدث عنها 5 مليارات دولار، إلى أي مدى هو ممكن فعليا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي بالنسبة للعراق برأيك؟ نعم، أولا موضوع سداد المستحقات هو يبدو أنه فوق طاقة الحكومة العراقية اليوم. المستحقات عن عام 2014 باقي منها 9 مليار، وما يخطط له في العام 2015 قد يبلغ 18 مليار دولار، إذن يكون المجموع لمستحقات الشركات هو 27 مليار دولار. تفكر الحكومة العراقية اليوم بدفع مبلغ 12 مليار دولار من موازنة وزارة النفط، بالإضافة إلى سندات بقيمة 12 مليار دولار. ما ذكر عن 5 مليار دولار هي دفعة أولى من هذه السندات بالاتفاق مع بنكي سيتي بنك ودويتش بنك، على اعتبار أنهما المشرفان فنيا على إصدار السندات، وسوف يتم في نهاية شهر آذار الحالي. الدفعة الأخرى سوف تتم لاحقا بعد الاتفاق مع شركات النفط الأخرى. الآن كيف يمكن للعراق أن يسدد هذه السندات مع انخفاض في أسعار النفط وتفاوض مع شركات النفط؟ هذا يعتمد على نتيجة المفاوضات. السيد العبادي رئيس الوزراء العراقي التقى بالأمس رئيس شركة لوك أويل الروسية، وحاول إقناعه بخفض أنشطة لوك أويل وإنفاقها الاستثماري. حاول أيضا إقناع الصينيين، التقى مستشار كبير في الخارجية الصينية لإقناع الشركات الصينية، وكان سابقا التقى عادل عبد المهدي وزير النفط شركة أكسون موبيل. إذن هناك عملية تفاوض، ويبدو أن هناك تفهم من قبل شركات النفط، خاصة وأنها هي أيضا لا تريد أن تنفق هذه المبالغ الكبيرة من الإنفاق الرأسمالي في العراق مع انخفاض عوائد شركات النفط. الآن يتم حديث عن تعديل العقود، تعديل عقود الخدمة التي كان العراق قد أبرمها. معروف أن عقود الخدمة هي لشركات النفط أجر ثابت تحصل عليه، بالإضافة إلى أجر دولار ونصف عن كل برميل إضافي. العراق يريد أن يخفض أولا المدة الزمنية لهذه العقود، يخفض الانفاق الاستثماري، بالإضافة إلى تخفيض ذروة الإنتاج للحفاظ على عدم نضوب الحقول العراقية، خاصة وأن هذا الاستهلاك الكبير لا يعود عليها اليوم بعوائد كبيرة. أيضا يريد العراق أن يزيد من عائد أو حصة الحكومة العراقية من 5% إلى 25%، وبالتالي قد يبدو هذا البند صعبا جدا بالنسبة لشركات النفط. يجري حاليا عملية تفاوض، لا نعلم، لم ينتج عنها أو عن شركة وزارة النفط العراقية أي حديث لغاية الآن عن نتيجة هذه المفاوضات. طيب، يعني تتحدث هنا عن 5 مليارات سندات ستصدر، المبلغ الإجمالي 27 مليار بالنسبة للشركات، لكن السؤال الأكبر دكتور صادق، يعني أنا سألتك عن إمكانية إصدار هذه السندات، ما هو العائد أو العوائد المرتقب أن يطلبها المستثمرون الذين سيتوجهون ربما لشراء هذه السندات من العراق؟ ألا تعتقد بأن ذلك سيكلف العراق أيضا فوق طاقته من هذه السندات؟ صحيح، كان هناك مفاوضات مباشرة مع سيتي بنك ودوتش بنك على اعتبار أنهما المشرفان على إصدار هذه السندات، وحاول العراق إقناع البنكين بتخفيض العائد على هذه السندات، لأن العراق لا يستطيع اليوم الحصول على إيرادات كبيرة. يبدو أن هناك تفهم من قبل البنكين بأن لا تكون هذه العوائد كبيرة، وأن تكون لفترات زمنية أطول للسداد خاصة بالنسبة للمستثمرين. يحاول العراق اليوم إقناع بعض المستثمرين من قبل شركات نفطية كبيرة قد تساهم في هذه السندات، يحاول إقناعهم بالحصول على كميات من النفط نقدا، أن يسدد هذه العائدات بكميات من النفط نقدا. لكن يجري كما ذكرت عملية تفاوض، لم يتم الحديث عن تفاصيلها، غير أن الخطوط العريضة تقول أن هناك تفاهم شبه أولي مع البنوك ومع الشركات المستثمرة. تحدثت عن تعديلات ببعض العقود بالنسبة للعراق مع الشركات الأجنبية، نعلم بأن هناك مليار دولار شهريا يعني توجه أيضا لحكومة إقليم كردستان وهي المستحقات في الموازنة الاتحادية، هل نتوقع أي تعديل يمكن وتفهم أيضا إقليم كردستان لما تمر به الحكومة العراقية اليوم من عجز في الموازنة؟
لا أعتقد أن حكومة إقليم كردستان سوف تقوم بأي تعديل على عقودها، خاصة وأن هذه العقود مبرمة بشكل منفصل مباشرة مع الشركات الأجنبية. لكن هناك يبدو شبه تفاهم حول إمكانية الصبر من كلا الجانبين. كان هناك خلاف حول إمكانية أو معدل تصدير النفط. الحكومة العراقية كانت تريد أن يكون هناك مبالغ ثابتة أو كميات ثابتة من النفط المصدر من إقليم كردستان. كان الحديث عن 150 ألف برميل من إقليم من كركوك والباقي من إقليم كردستان، لكن الحكومة في إقليم كردستان كانت تتحدث عن معدل، وبالتالي لم يتم تسليم كامل الكميات. يجري اليوم تفاوض مباشر بين وفود تأتي إلى بغداد ووفود تذهب إلى أربيل لإيجاد صيغة حول إمكانية تعديل الاتفاقية النفطية. الوزير النفط عادل عبد المهدي كان له تصريح قبل أيام يقول بأن هذه الاتفاقية هي عمود الاقتصاد العراقي، لأن بدون هذه الاتفاقية سوف يخسر الاقتصاد العراقي مبالغ كبيرة من إيراداته يحتاجها. لا يريد لا الطرف الكردي ولا الطرف في الحكومة المركزية في العراق أن يحدث خلاف مجددا، لأن كلا الطرفين يعاني من هبوط أسعار النفط وهبوط الإيرادات. من لندن دكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، شكرا جزيلا لك. النفط والطاقة مستمر معكم وفيه بعد قليل. سوناتراك وسط محاكمة ضخمة بتهم فساد في الجزائر. أهلا بكم من جديد. في مصر قال رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا بأن الاتفاقيات التي وقعتها مصر في مجال النفط والغاز خلال مؤتمر شرم الشيخ ستساهم في تعزيز الإنتاج، حيث وقعت مصر عدة اتفاقيات كان على رأسها اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار. وأضاف في لقاء مع سي ام بي سي عربية إلى أن الاتفاق مع شركة كويت إنرجي للعمل في أحد حقول النفط العراقية، وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعد أول خروج لهيئة البترول خارج الحدود المصرية. مراجعة الأسعار، أسعار الغاز إذا ما اقتضى ذلك وكان ده الحال، فهذه الاتفاقيات بتضمن إنتاج غاز جديد وبتضمن أسعار منافسة وفي نفس الوقت لمصلحة البلد. الاتفاقيات الأخرى، الاتفاقيات الأخرى احنا كمان مضينا وقعنا اليوم مع شركة بي جي البريطانية العالمية أيضا اتفاق، برضو اتفاق مبادئ فيما يخص بزيادة إنتاج وتنمية بعض الحقول والاكتشافات الموجودة في خلال من 3 لـ4 سنوات القادمين، وهيزود إنتاج في حدود 500 مليون أدم في اليوم، وهتبقى باستثمارات في حدود 4 مليار دولار. وبالتالي ان احنا نقدر نقول النهارده احنا يعني لما نقول 12 و9 عندنا 21 مليار دولار استثمارات في خلال الخمسة سنوات القادمة ستضخ، وبزيادة في إنتاج الغاز مما يعظم من الاستفادة من تنمية الغاز وسد الفجوة ما بين السوق المحلي والإنتاج. أهم حاجة في تقديري حصلت هو تتويج هذه الاتفاقيات بتوقيع اتفاق مع شركة كويت إنرجي الكويتية، وهذا الاتفاق بموجبه هيئة البترول المصرية ستخرج خارج الحدود أول مرة ولأول مرة، ودي الحقيقة تعتبر نقلة نوعية، وبتؤكد برضو أن احنا بنسعى إلى تنويع المصادر، تنويع الاستثمارات، وبفكر متطور، وكذلك تنمية الموارد النفطية لمصر. شركة كويت إنرجي ليها حصة في المشروع الذي سيتم تطويره؟ لا، مظبوط. حصة لا تحصل عليها هيئة البترول المصرية من هذا المشروع؟ والله شوف، اللي حاصل انه احنا دلوقتي دخلنا معهم في شراكة، هم موجود عندهم حق امتياز استكشافي وإنتاجي وتنموي وفي جنوب العراق وفي البلوك 9 في جنوب العراق في البصرة،
وإحنا بموجب هذه الاتفاقية دخلنا معهم في مشاركة بنصيب 10%، ولأن هي التجربة أولى بالنسبة لنا يعني واخد بال حضرتك، فده بيحصل فيها هنا تكامل ما بين مصر والكويت والعراق. والحقيقة احنا بنشيد هنا كمان، ما اقدرش يعني في هذه المناسبة اقدر اقول ان كويت انرجي ايضا شريك لنا في مصر، يعني هو كويت انرجي شركة كويتية في خلال الاربع خمس سنوات الماضية نمت نمو كبير واستثمرت استثمارات كبيرة في مصر وزودت انتاجها في مصر، وحبينا نطور الشراكة بتاعتنا بان احنا نحط ايدنا في ايد بعض خارج الحدود المصرية ونروح العراق بإذن الله. شدد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر على ضرورة إنشاء اتحاد الطاقة لربط شبكات الطاقة في أوروبا، الأمر الذي سيوفر على المستهلكين 40 مليار يورو، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار من منتجات الطاقة في اليوم الواحد. هذا واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء اتحاد الطاقة وحددوا الخطوات الأولى لتسريع توصيل خطوط الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء. واتفقوا أيضا على ضرورة توافق جميع عقود الغاز المبرمة بين الحكومات أو الشركات مع قوانين الاتحاد الأوروبي. هذا ويتجه الأوروبيون إلى العمل على إقناع الشركات الأوروبية بشراء الغاز من الموردين الخارجيين. أعلنت الهند أنها مدينة بنحو 8 مليارات و800 مليون دولار لإيران، وهي قيمة واردات نفطية. وتقوم شركات التكرير الهندية بتسوية 45% من مدفوعات النفط الإيرانية بإيداعها بالروبية في حسابات لبنوك تجارية إيرانية لدى بنك يو سي او، وتحتجز الباقي. وتستغل إيران الأموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند. وعادة ما تفرج شركات التكرير عن جزء من مستحقات إيران عندما يسمح الغرب لطهران بالحصول على أموال مجمدة في الخارج. وتمنع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وأضرت أيضا بإيراداتها النفطية. اتفقت مبادلة للبترول الإماراتية مع الحكومة المغربية على تقييم فرص العثور على النفط والغاز بمنطقة كبيرة قبالة ساحل المغرب على البحر المتوسط. وحصلت الشركة التابعة لصندوق مبادلة للتنمية المملوك لحكومة أبوظبي على رخصة حصرية للقيام بمسح جيولوجي شامل للمنطقة، والتي تغطي مساحة 3433 كيلومتر مربع. وستقدم مبادلة نتائج المسح إلى الحكومة المغربية فور الانتهاء منه. بدأت بالعاصمة الجزائرية محاكمة كبيرة بتهمة الفساد تشمل مجموعة سوناطرا النفطية العملاقة العامة، وأيضا مجموعتي سايبيم الإيطالية وفونكويرك الألمانية. ومن بين 19 متهما دعا رئيس مجلس إدارة سابق الشركة وهو محمد مزيان واثنان من أبنائه وثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين للمثول أمام المحكمة الجنائية بالعاصمة، وهم ملاحقون بتهم الاستيلاء على أموال عامة وتبييض أموال وفساد في إطار إسناد الصفقات لشركات أجنبية بما ينافي التشريعات. وسوناتراك كانت صنفت في عام 2013 كأكبر شركة في إفريقيا مع حجم تعاملات عند التصدير فوق 63 مليار دولار. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. للمزيد من التفاصيل والأخبار دائما يمكنكم متابعة موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. أشكر لكم المتابعة، إلى اللقاء.